من شهر واحد وطلوع راح نبلش نفتح هيدا الآلة الطابعة للعالم تقدر تطبع هي إنتاجاتها الشخصية. طبعاً هو مهرجان صغير للمطبوعات البديلة بتنظمه جمعية ورق اللي مقرها برأس النبع بمنطقة نويري تحديداً. تم إنتاج كل المجموعة بقلب المكان هون اللي هو بيت ورق اسمه، مشان تنفرجي بهيدي المجموعة كيف آلات الطباعة بمكنة ريزوغرافيا لتكون أول استوديو للريزوغرافيا بلبنان. وعبالنا بهالمجموعة أنه نفرجي شو الاحتمالات تبع هيدي المطبعة بإنتاج الأعمال الفنية. هيدي المكنة موجودة تقريباً أول مكنة موجودة بلبنان لهيدا الهدف، وهي التقنية اللي بتتميز فيه أنه مرحلة الطباعة صارت كتير أسرع من المراحل التقليدية اللي معودين عليها بالمطابع الكبيرة، ومن أكثرهم محافظين للبيئة لأنه الحبر نفسه معمول من سوي إنك وكل شيء أفلام لها معمولة من ورق الموز. فالهدف تبع هيدي الآلة الطابعة هو أنه ننتج أكثر أعمال فنية بطريقة كتير بسيطة، فقدرين نحن نشوف شو الاحتمالات تبع هيدا الشيء. إذا جمعت مثلاً البينك الفوشيا مع الأصفر عندك درجات من الألوان اللي بتقدر تحصل عليها بخلال هيدا الموضوع. فاللي عملناه إنه حضرنا كل هيدا الاحتمالات لتقدر العالم تشوف شو الألوان المحتملة اللي قدرين نحصل عليها بخلال المجموعات. فهون عندك مثلاً كيف لون 2-3-4 اللي بس يجوا فوق بعضهم كيف بيصيروا كاملين، بصيروا صورة كاملة أكتر. طبعة الرزنامة بسبع ألوان يلي موجودين ببيت ورق، يلي هن لون الكحلي الأخضر، الزهر الفلوريسان فوسفوري، الأصفر الذهبي والرمادي والأسود. عزمنا 12 مجموعة تصميم يقدموا تصميم عن شهر من سنة 2023، وكل مجموعة اشتغلت على لونين من الريزوغرافيا. Some of the items of this edition of Taban consists of stationary items that are done in collaboration between Studio Kawakib and Wara. One of the items that is in this collection is a color conversion notebook. Color conversion is a process that's done in rhizoprinting when you want to convert the drum, which is the case in which we place the ink, from one color to another. And this usually requires a print of around 1,000 copies by the time the color changes from, let's say, orange to pink. We took advantage of this process and we didn't want to waste any additional paper because rhizo printing and any kind of printing is by essence a wasteful process by the time you get to the result that you want to achieve. We used this process and took advantage of it in order to create a visual that actually combines the colors of orange and pink, and we created a notebook that is called the color conversion notebook, in which the colors of the actual design are a gradient between these two colors. Yeah.